أهلا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية. نبدأ بأهم العناوين. في الهيئة نت، وفاة 3 معتقلين في سجن الحوت بالناصرية بسبب الإهمال الطبي. وفي العربي الجديد، كورونا العراق، تحذيرات من كارثة إنسانية في السجون. في الشرق الأوسط، التحالف العربي لتضارب في الزمان، تضارب في تصريحات مسؤولي الصحافة بشأن العقار الروسي. وفي الشرق الأوسط، التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية بسقطرى لوقف الاشتباكات. في البيان الإماراتي، أثيوبيا تمضي قدما بملء سد النهضة، ومصر تحيل الأزمة إلى مجلس الأمن. الخليج الإماراتي، الطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد منع إيران تفتيش منشآتها النووية. وفي إندبندنت عربية، الصين ترصد سلالة أوروبية من كورونا انتشرت في بكين. كان قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في شهر كانون الثاني الماضي بضربة أمريكية كان اغتيالا جسديا للوجود الإيراني في العراق لوضع نهاية لتجاوزاته على الخطوط الأمريكية المتفاهم عليها. هذا ما ذكرته ولاء السامرائي في صحيفة العربي الجديد، التي أكدت أن قتل سليماني مثل أيضا بداية تراجع النفوذ الرسمي الإيراني في العراق. ليس ذلك فحسب، فقد أصاب ثورة تشرين مقتلا في النفوذ الإيراني المتعاظم الذي يعيشه الشعب العراقي على كل المستويات. فخرج لاقتلاعه وطرده هاتفا إيران برا بغداد تبقى حرة. ولم تقف مطالب المتظاهرين عند هذا الحد، بل تعدته لمطالبة الحكومة في المنطقة الخضراء بحصر سلاح الميليشيات التابعة لإيران بيد الدولة. وبدت هذه الأحداث لحظة مناسبة للإدارة الأمريكية للتذكير بما سبق أن تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران قبل سنوات. لقد حسمت الولايات المتحدة أمر وجودها في العراق قبل سنوات، ولن تقوم أي من حكومات العملية السياسية بعمل ضد الوجود الأمريكي صاحب العملية السياسية وأحزابها. وفي الوقت نفسه، لن تتخلى الولايات المتحدة عن الدور الإيراني في العراق، على الرغم من تجديد إدارة الرئيس ترامب العقوبات عليها ومحاربتها في سوريا واليمن، لأن إيران هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار العراق دولة مقعدة منهوبة وفقيرة تابعة، وذلك ما يضمن المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. لذا ستنكف إيران مؤقتا بعد الصفعة الموجهة لها، كما فعلت منذ اغتيال سليماني، وتركت أتباعها من الميليشيات يطلقون المفرقعات هنا وهناك والتصريحات من مخابئ مجهولة. وأضافت الكاتبة أن تظاهرات ثورة تشرين أصابت في استهدافها النفوذ الإيراني الذي لولاه لما بقي هناك احتلال أمريكي منذ سنوات. فالتخلص من هذا النفوذ وأتباعه وذيوله هو بداية لتحرير العراق الجاري على أيدي شباب ساحة التحرير في بغداد وبقية المحافظات. منذ نهاية الجولة الأولى للحوار بين بغداد وواشنطن، تحولت وسائل الإعلام الممولة من الحرس الثوري الإيراني إلى مهاجمة حكومة الكاظم واتهامها بالعمالة الخارجية. وتزامنت مع سلسلة هجمات صاروخية على مواقع ذي صلة لها صلة بالمصالح الأمريكية تبنتها ميليشيا عصبة الثائرين. هذا ما ذكرته صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها، وأكدت أن الحملة الإيرانية الأخيرة تعد تهديدا للكاظمي من الذهاب بعيدا مع الجانب الأمريكي.
إن اتباع إيران وحلفاؤها في العراق هذا التكتيك الذي يقوم على الاختباء خلف مسميات وهمية لمشاكسة مصالح الولايات المتحدة يمهد لمرحلة جديدة من التصعيد وينهي الأمال المعلقة على إمكانية أن تنجز حكومة الكاظمي تهدئة مؤقتة بين واشنطن وطهران. وعلى الرغم من امتلاك إيران لقوة في الداخل العراقي مؤلفة من عشرات الميليشيات الشيعية، إلا أن استخدام تلك الميليشيات بشكل فاعل وعملي ضد القوات الأمريكية يبدو بلا أفق، ما يجعل دور تلك الميليشيات مقتصرا في الوقت الحالي على توجيه رسائل التهديد لواشنطن والضغط على حكومة الكاظمي كي لا يذهب بعيدا في توطيد العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن التي شرعت بالفعل في إعادة صياغة تلك العلاقة من خلال الحوار مع بغداد. وتدرك إيران جيدا أن الولايات المتحدة لا تحاور العراق لتقليص علاقاتها معه والحد من حضورها السياسي وتأثيرها الأمني في ساحته، بل لأجل إيجاد صيغة أقل تكلفة للحفاظ على مصالحها بشكل مستدام. كما تدرك طهران تراجع تأثير الورقة الأمنية التي عملت على تقويتها من خلال إنشائها ما يشبه الجيش الرديف المكون من العشرات من الميليشيات في مقابل تعاظم دور الورقة الاقتصادية والسياسية التي تمتلكها واشنطن في الوقت الحالي. وتختتم الصحيفة قائلة إن اختباء الميليشيات الخاضعة لإيران خلف تشكيل وهمي في هذه المرحلة يكشف عن قلقها الشديد من تصفية نفوذها أو وضعها ضمن دائرة الخصومة العلنية للدولة، ما يقضي على جميع فرصها في التواصل مع الجمهور وتحفيزه لدعمها. ظهر مصطلح محكمة الكنغر في بداية في الولايات المتحدة، إذ كان القضاة ينتقلون من مكان إلى آخر ويصدرون أحكامهم السريعة ويدفع لهم السجناء الغرامات الفورية. هذا ما ذكره جاسم الشمري في موقع عربي 21، وأكد أن المحاكمات التي تقوم بها السلطات الحكومية في العراق على المعارضين لها تشبه محكمة الكنغر، فهي محاكمة صورية تقام لغرض الإدانة فقط، وتكون أحكامها معدة سلفا ولا تراعى فيها القوانين. في العراق وبالذات منذ نهاية العام 2005 وحتى نهاية العام 2017 يمكن القول إن غالبية الأحكام القضائية كانت غير دقيقة أو ممزوجة بالطائفية السياسية والكراهية والانتقام، وربما حتى ممزوجة بسموم مخططات استراتيجية بعيدة المدى. وخلال تلك السنوات المظلمة لاحظنا أنه حتى المحاكم الكنغرية كانت مختلفة، فهي ليست مجرد محاكم لدفع الغرامات ولأحكام بسيطة وتنتهي القضية، بل هي محاكمات صورية أو كنغرية، ومع ذلك تصل غالبية أحكامها إلى الإعدام والمؤبد والملاحقة عبر الشرطة الدولية الأنتربول. وهذه الأيام يبدو أن هنالك صفقات سياسية تتم في الغرف الأجنبية وغير المظلمة لعودة بعض كبار السياسيين السنة المطلوبين للمشهد السياسي. مأساة العراق الحقيقية تتمثل في ضرورة الوقوف على أعداد الأبرياء من أبناء المدن السنية الذين اعتقلوا في زمن حكومة المالك وغيره، وصدرت بحقهم أحكام قاسية، ومنهم من أعدم ومنهم من ينتظر الإعدام، ومنهم من حكم عليه بالمؤبد وغيرها من الأحكام الساحقة التي ضيعتهم ودمرت عوائلهم وربما حتى عشائرهم، ومن ثم يجب العمل على إنصافهم. فمن سينصف هؤلاء وهم من عموم الناس؟ ولا يمكن تصور عقد صفقات سياسية معهم. الكاتب دعا العقلاء في العراق إلى أن يعقدوا صفقات شعبية مع عموم المواطنين قائمة على العدل والإنصاف، بعيدا عن محاكم الكنغر الباطلة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وحينها سيكون العراق واحة آمنة خالية من القتلة والمجرمين.
ذكرت مجلة الإيكونومست أن سوريا على الرغم من معاناتها لسنوات طويلة من الحرب الأهلية التي حصدت مئات الآلاف من المدنيين وشردت الملايين، عادت إلى النقطة التي بدأت منها. وذكرت المجلة في تقريرها أن سكان منطقة جنوب شرقي سوريا عادوا بالهتافات المعادية للنظام، وهي نفسها التي أشعلت الثورة على نظام بشار الأسد. المجلة أشارت إلى أن نظام الأسد يواجه تحديات جديدة لا يمكنه حلها بالقوة، في ظل عملة منهارة تدفع الناس نحو فقر أكبر وعقوبات أمريكية ستزيد من سوء الأوضاع. وأضافت أن الأسد عندما ورث الرئاسة من والده قبل عقدين كانت سوريا بلدا غالبيته من أبناء الطبقة المتوسطة، واليوم هناك نسبة 80% من السكان فقراء. وفي السياق لفتت المجلة إلى المشاكل التي يعانيها لبنان التي تعد أكبر سوق لسوريا ومزود للعملة الصعبة، وأوضحت أنه ومع نقص الدولار في البلدين انهارت قيمة العملة السورية بنسبة 50%، فيما قررت مناطق المعارضة استخدام الليرة التركية بدلا من العملة المحلية. ونوهت إلى الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي اشتكى فيها من سياسة الضغط التي يمارسها النظام ومصادرته لأرصدته. ونقلت المجلة عن الصحفي السوري إبراهيم حميدي أن مشكلة النظام باتت مع الموالين له للمعارضة، مشيرا إلى العنف الذي اشتعل في مناطق تخضع للنظام كدرعا. وتطرقت المجلة إلى قرار الأسد عزل رئيس وزرائه عماد خميس، مشيرة إلى أنه بات يعتمد على مجموعة صغيرة من المقربين له، لكن مشاكله زادت مع تطبيق قانون قيصر الأمريكي. ورأت المجلة أن الأسد ومع ما يعانيه من حالة ضعف لكنه لن ينهار، موضحة أن 4 عقود من العقوبات علمت هذا النظام كيفية التعامل مع الضعف، الضغط وحرف اللوم، فقد عاد لاستخدام طرق التهريب التقليدية وخصوصا عبر لبنان مع إنشاء طرق جديدة. والأهم من ذلك، لا زال الأسد محميا من روسيا وإيران اللتين تأملان باستعادة استثماراتهما. تناول صحيفة الاندبندنت البريطانية المساعي الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. ونشرت صحيفة تقريرا لمحرر الشؤون الدفاعية كيم سينغوباتا بعنوان أوروبا تتدعى لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران وترامب مصر على حذف جانب منه. وقال الكاتب فيه إن الدبلوماسيين الأوروبيين يسابقون الزمن بحثا عن مخرج يمكنهم منه إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. يقول الكاتب أن التحرك الأوروبي يتزامن مع اليوم الذي وجهت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللوم لإيران، بينما أعادت الولايات المتحدة التأكيد على أن التعديلات التي طالبت بإدخالها على الاتفاق شرط أساسي لعودتها إليه. ويوضح الكاتب أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا في برلين لمناقشة استراتيجية للتعامل مع الملف الإيراني، بينما في العاصمة النمساوية فيينا طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالتوقف عن منع مراقبيها من الوصول إلى منشأتين نوويتين. ويضيف الكاتب أن واشنطن أكدت أنها جهزت مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد العقوبات العسكرية المفروضة على إيران والتي ستنتهي خلال عدة أشهر. ويوضح الكاتب أن إيران حصلت على تخفيف للعقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل الالتزام بشروط الاتفاق، لكن طهران تشير إلى أن تعهدها بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة بعض المواقع لا يتضمن الموقعين اللذين تتحدث عنهما الوكالة، وإن طلب فيينا الوصول إلى الموقعين يعد خرقا للاتفاق، كما تعتبر طهران أن الوكالة طالبت بزيارة هذين الموقعين بناء على معلومات مغلوطة جاءت من جانب إسرائيل. وينقل الكاتب عن المندوب السعودي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيده أن إيران تواصل للشهر الرابع على التوالي تقديم المسوغات للتهرب من السماح لمندوبي الوكالة
بزيارة الموقعين للتأكد من عدم وجود أي منشآت نووية غير معلنة. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا يسلط الضوء على الحالة الأمريكية المثيرة للجزع في التعامل مع جائحة كورونا. وذكر الصحيفة أن خبراء الصحة في غالبية الدول التي نجحت في خفض أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا يراقبون بقلق استمرار ازدياد حالات الإصابة في الولايات المتحدة، مع تساؤلات عن سبب استمرار إصرار ترامب على فتح الاقتصاد وتجاهل نصائح العلماء. يقول سياوكسي ويلز اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، وهي دولة نجحت في خفض حالات الإصابة إلى رقم يقترب من الصفر، لقد شعرت بالفعل أن الولايات المتحدة قد فقدت الأمل في مواجهة الفيروس. ويؤكد ويلز بأنه لا يتخيل كيف يمكن الذهاب لمكان العمل وأنت تعلم بأنه غير آمن، في إشارة إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أنه من الصعب رؤية كيف ستنتهي الأمور لأنها ستكون مفجعة، المزيد من الإصابات والوفيات. وتتناقض إجراءات الصين خلال الأسبوع الماضي بشكل صارخ مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة، حيث أغلقت السلطات في بكين الأحياء بعد أن ظهرت حالات جديدة في العاصمة وشنت حملة اختبار جماعي وفرضت قيودا على السفر، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا لن تغلق ثانية على الرغم من زيادة الحالات. وربط خبراء الصحة بين تزايد حالات الإصابة وتجاهل البيت الأبيض لنصائح كبار العلماء. وقال توماس جيرلينجر أستاذ العلوم الصحية في جامعة بيليفيلد في بريطانيا إن العلماء توصلوا إلى تقييم مناسب للوضع في وقت مبكر للوضع في الولايات المتحدة، ولكن هذا لم يترجم إلى خطة عمل سياسية. وذكر الصحيفة أن فريق البيت الأبيض الذي كان يتولى مسؤولية مكافحة وباء كورونا كان يختار نماذج وردية معينة لا تتعامل بشكل أساس مع حجم المشكلة، وأن رد إدارة ترامب على الوباء لا يعكس استنتاجات العلماء. بدأ تطبيق تويتر للتواصل الاجتماعي باختبار ميزة جديدة لنشر تغريدات صوتية بدلا من التغريد بكتابة فقط، وستنشر هذه التغريدات الصوتية ستنشر على أجهزة أبل في الأسابيع المقبلة بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. يقول كل من مصممة المنتجات مايا باترسون وكبير مهندسي البرامج ريمي بوروغان يقولان في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا للتعبير، وأن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة. لذلك بدأنا اختبار ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا لتطبيق تويتر، وهي صوت المستخدم. ستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية، وإذا تحدث المستخدم لمدة أطول فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات ستنشر بصيغة رسالة مترابطة، وسيتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الأخرى. هذا ولم يحدد تويتر متى ستصبح هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد. الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وفي ختام صدى الأقلام تقبلوا تحيتنا من الرافدين وإلى اللقاء.